من بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2022، بدأت تظهر علينا شخصية جديدة، وهي شخصية أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام. لكن المهم هنا بالنسبة لنا هو العبارة اللي قالها واللي بترعب البعدة جدا، وهي لعنة العقد الثامن. نفس العبارة دي قالها إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق وهم بيحتفلوا بمرور 75 عام على إنشاء دولتهم المزعومة، وصولا لنتنياهو اللي قال نفس العبارة في واحد من خطاباته الأخيرة، واللي هنا بدأ التساؤل يزيد عن سر لعنة العقد الثامن، واللي عمل لهم كل القلبان والرعب ده كله من زوال مملكتهم للمرة الثالثة على التوالي. وهل فعلا دولتهم هتزول مع 2027 زي ما قال الشيخ أحمد ياسين؟ ده جزء من اللي هنعرفه في الحلقة دي، فخليكم معايا وخلينا نشوف أصل الحكاية. في اعتقاد قوي عند بني إسرائيل من ساسة لمحللين لكتاب إن عمر دولتهم مش هيتعدى 80 سنة، يعني الدولة اللي اتبنت في 1948 قربت من الزوال قبل نهاية 2028. وده نفس الكلام اللي قاله نصا الشيخ أحمد ياسين رحمه الله لما قال إن في 2027 هتيجي ولن يكون لإسرائيل أي وجود، وده هيكون على إيد اللي سماهم جيل التحرير. لكن عشان نعرف سر الاعتقاد ده لازم نرجع لقبل الميلاد، الوقت اللي اتبنى فعلا في الدولتين اليهوديتين، وهي مملكة داود ومملكة الحشمونائيم. لكن السر هنا إن الدولتين لاقوا نفس المصير في نفس التاريخ، ومع مرور 80 سنة على كل مملكة منهم كانت بتنهار تماما وكأن ما كانش ليها أي وجود. لكن كل ده كان بيحصل باختيارهم تماما، بسبب أفعالهم اللي اختاروها لنفسهم، وهي نشر كل ألوان الرذائل في كل مكان يروحوا. نشأ بني إسرائيل كقبيلة بدوية ضمن قبائل كتير بتسكن منطقة اسمها صحراء النقب. وسريعا كده للي ما يعرفش المنطقة دي، هي منطقة موجودة في جنوب فلسطين، لكنهم كانوا مجرد قبيلة بدوية عادية جدا ضمن كتير جدا من القبائل اللي كانت موجودة في المنطقة دي. سيدنا إبراهيم عليه السلام أنجب ولدين إسحاق وإسماعيل، واللي كان من ضمن أولاد سيدنا إسحاق يعقوب عليه السلام اللي أنجب 12 ولد من بينهم يوسف عليه السلام، واللي اتعرفوا ببني إسرائيل. وأغلبنا يعرف قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع غدر وخيانة إخواته اللي كان عندهم غيرة شديدة جدا منهم بسبب حب والده يعقوب ليه أكتر من باقي إخواته. استمر بني إسرائيل مجرد قبيلة بدوية محدودة جدا ضمن أراضي فلسطين الواسعة لحد أول عهدهم مع الملك، واللي كان السبب فيه هو أخوهم نفسه اللي هم خانوه في الأول يوسف عليه السلام، واللي وقتها عاشوا في مصر عيشة الغنى والعزة لحد وفاة سيدنا يوسف عليه السلام وحكم الهكسوس، واللي هم نفسهم بسبب فسادهم وإفسادهم ومساعدتهم للهكسوس ساعدوهم إنهم يحكموا مصر. فهاجر بيهم سيدنا موسى عليه السلام اللي جه من بعد سيدنا يوسف تخليصا ليهم من بطش فرعون، وقصة انشقاق البحر اللي الجبابرة ما أمنوش بيها لأنهم كانوا عايزين حاجات مادية وفلوس توصلهم للملك، يعني كل مطامعهم دنيوية بحتة. فتاهوا في الأرض 40 سنة، خصوصا بعد قصتهم مع العجل الذهبي اللي قبلوا بيه. وعانى سيدنا موسى عليه السلام خلال رحلته معاهم للأراضي المقدسة من مصر للأردن لأريحة، وهنا دارت معركة مع قوم من الكنعانيين ودخلوا وقتها فلسطين. ونركز هنا شوية لأن أول مملكة ليهم قامت بقيادة داود عليه السلام ومن بعده سليمان عليه السلام، واللي كانوا وقتها ما كانوش قادرين يقوموا بفسادهم وإفسادهم والزنا والربا وكل أعمال التخريب اللي كانوا بيقوموا بيها في أي مجتمع يروحوا فيه. فالوقت ده كانوا لمين نفسهم شوية عشان نيجي لمرحلة تانية، وهي من بعد وفاة سليمان عليه السلام اللي ظهر فيه وقتها فسادهم وإفسادهم والرذائل بكل ألوانها اللي بدأوا ينشروها، والتنكيل بالصالحين والأنبياء وعملوا اللي ما يتعمل، لحد ما جه عقاب ربنا ليهم على إيد شخص من بابل لا
لما دخلت بابل في الأرض المقدسة على إيد شخص اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر لما دخل الأراضي المقدسة أنهى مملكتهم تماما وكأني ما كانش ليها أثر، وبكده تنتهي المملكة الأولى ليهم وهي مملكة داود واللي ما تعدتش 80 سنة، وده حصل بسبب نشرهم للرذائل وبسبب انقسامهم الداخلي. وفي نفس المقال اللي نشره يهود باراك في 2022 في جريدة يديعوت إحرانوت أكد أن زوالهم هيجي مش بسبب أي عدو خارجي، لكن بسبب انقسامهم الداخلي وتشتتهم واختلافهم الشديد جدا في الآراء. وحتى وإن ظهروا أن هم متحدين، لكن هم داخليا منقسمين جدا، ودي الحاجة اللي بترعبهم. الجبابرة وبعد انهيار مملكتهم الأولى وعلى حسب التوراة اللي هم نفسهم بيأمنوا بيه، كانوا في انتظار المخلص اللي هو عيسى عليه السلام. لكن هنشوف هم عملوا معاه ايه مع ظهور عيسى عليه السلام، وبدأ يدعوهم للعودة لله سبحانه وتعالى والسلام والمحبة. ما عجبهمش الكلام ده وبدأوا يعادوه معاداة شديدة جدا، لأنه مش طالب للملك زيهم، وكمان حرضوا عليه الرومانيين اللي قتلوه وصلبوه، يرفعوا الله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل مكايدهم. أما بالنسبة لمملكتهم التانية فتأسست على إيد ملك من الفرس اسمه كورج، واللي اداهم وضعهم وبنى لهم مملكة، وعاشوا برضو فترة كبيرة قوي من الغنى والطرف وكل الكلام ده، لحد ما بدأوا يعملوا أفعالهم من رذائل لربا لزنا لحاجات كتير قوي، خربوا بيها تماما المجتمع وسببوا كتير من الأزمات الاقتصادية. وده بالرغم ان كان مملكتهم كبيرة جدا وكانت منقسمة لمملكة الشمال ومملكة الجنوب بقيادة إسرائيل وقيادة يهوذا. وده الانقسام التاني اللي حصل ما بينهم واللي سبب التفرقة وسبب القلق اللي حصل وقتها في المملكة التانية ليهم، واللي هي كمان ما استمرتش أكتر من 80 سنة، وانهارت على إيد هادريان الروماني. وكان هنا خروجهم وشتتهم من الأراضي المقدسة للمدينة المنورة، مكان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي كان على حسب كتابهم ومعتقداتهم إنه صاحب النبوءة التانية ليهم، واللي بالرغم من كده مارسوا معاه كل أنواع الاعتداءات والتحريض وكل الرذائل اللي كانوا بيقوموا بيها. وده لأنه كان من نسل غير نسلهم، لأنه كان من ولد إسماعيل وهم كانوا من ولد إسحاق. لكن وبالرغم إنهم كانوا كده كده شايلين له العداء جواهم، لكن مع ظهوره عليه السلام بدأوا يتعرفوا عليه ويسألوه ويحاوطوه بالأسئلة عشان يفهموا رسالته واللي هو عايزه. لكن لما عرفوا صفاته الحميدة ورسالته اللي فيها دعوة للسلام ودعوة لكل الخير، ما عجبهمش كمان الكلام ده، وبدأوا يحرضوا عليه وبدأوا يحاولوا قتله مرات عديدة، لأنه رسالته بعيدة كل البعد عن أهوائهم وفسادهم وعكس كل الفضائل اللي هم كانوا عايزين يعملوها، فحاولوا أنهم يقتلوه مرات عديدة. وللسبب ده اتسموا بقتلة الأنبياء، وبسبب أفعالهم اللي هم نفسهم كانوا بيختاروها خرجوا من جزيرة العرب. بعد خروجهم اتشتتوا في العالم الأوروبي، واللي كانوا في البداية ما كانوش يعرفوا كل خبائسهم، فكانوا مستقبلينهم بشكل عادي جدا. لكن مع الوقت لما ظهرت مفاسدهم وكل الأفعال السيئة اللي عملوها، واللي مع الوقت اكتشفوا ان كل الكوارث والمشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية اللي بتحصل كانت بسببهم، وعشان كده بدأ تهجيرهم وبدأ التنكيل بيهم، فتهجروا من فرنسا والنمسا والبرتغال وغيرهم من الدول الأوروبية. استمروا في الشتات والتيه في الدول الأوروبية لحد إنشاء دولتهم المزعومة في 1948، وهم عندهم اعتقاد راسخ إن نبي الله سليمان عليه السلام بنى ليهم الهيكل اللي اتدمر بسبب هجوم البابليين والرومانيين اللي هدموا الهيكل، واللي من بعده اتبنى عليه المسجد الأقصى، وهو ده الهدف اللي هم راجعين على أساسه. بعد خروجهم مرتين من الأراضي المقدسة بسبب أفعالهم وإفسادهم، وهم راجعين بهدف
حكم العالم من خلال نبوءتهم الأخيرة واللي هتتحقق مع ظهور آخر نبي ليهم وهو المسيح المنتظر، واللي متعارف عليه إنه المسيح الدجال، وهي دي لعنة العقد الثامن اللي دبر الرعب في قلوبهم بعد انهيار مملكتين ليهم قبل مرور 80 سنة عليهم. وادي مملكتهم الثالثة المزعومة واللي مرعوبين من فكرة زوالها قبل مرور 80 سنة، وده هيكون على 2027، ده لو ما كانش قبل كده بإذن الله. وكده أكون شاركتكم سر لعنة العقد الثامن. وطلب أخير قبل ما انهي، أتمنى الناس اللي وصلت معايا للنهاية مشكورين جدا تدعموا الحلقة، لأن أي حلقات بتكون عن القضية بيكون عليها تقييد كبير جدا، فأتمنى اللايك بتاعك ومشاركة الحلقة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. وأشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.